كل مرة باش تتعادى تصويرة باش تقولي شكون أول تصويرة شكون هذي؟ هذي إيد صغير هاي ولدك؟ هاي ولدك الصغير إيد مو شاكس؟ لا عقل ولا عقل عقل وكوارجي كوارجي صحيح عنده مستقبل به ولا 2010 لا به به معناتها تراهن عليه به إي به كفيتشر جو تكون أنت وكيل أعماله إن شاء الله ربي يثبته أما خليه يخدم على روحه توا أما باهي 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 ولدك جوار أنت معناتها من الناس اللي خاطر يحكيو يقول لك فما دي بارون اللي يكون عندهم علاقات بمسؤولين وغيره ينجموا يوصلوا أولادهم أسهل أنا الأولاد اللي عندي نجم يعرف ترجي ما هزيتوش ما هزيتوش ما هزيتوش رغم علاقاتك وصداقاتك مع الكلمات ما هزيتوش على الكلمات 2010 معناه مش ممكن تتدخل طوله متر وسبعين 2010 ما زيتوش أتاكون أتاكون بي تصويرة دي بعدها هذا خوه الكبير هذا الكبير ولدك الكبير فارس 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 شنو تقوله اليوم كان يتفرج فيك قوله والله نحبه برشا وعاقل ياسر لدرجة كبيرة ياسر ما يتكلمش مسكين عاقل إن شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب مش كيبوه معناه لي عقل لي عقل لي لي هذا شنو عربي سنغري ماكش عقل لا بعيد بعيد الفقره دي اكو اللي لا بعيد اي بعيد شيء على بعض لا لا بعيد برشا ماهيش بالك شفت لا 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 جميل التصويره اللي بعدها هذه فريق بنتي اي هذه برشا ما يعرفوش ما يقولوش اللي عندك بنتك كبيره ما شاء الله عمرها عمل فيه اي معناتها 23 سنه اي هي هي احسن وحده في الدار هي أحسن واحدة في الدار شو يعني أقرب لك؟ أي يقولوا البناية أقرب أي. البوها وليه وطبيعتها بيها وديما تضحك وكيفي أنا كيف فهمتين؟ تحب أنت تفدليك وتحب بيها على الأخر تتفاهموا يعني بيها على الأخر هي أولادك صحابك بعقلها يعني مش يعني وتخدم أنت وعاملة تحب تعمل مستقبل أولادك صحابك؟ اي ليه صحابي ليه الكل كيف لا لا الكل كيف كيف اصدقاء معناها اي اما فريال يمكن اقرب 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 حسيت حتى اي فريال من حديثك حسيت اللي هي اقرب فريال وديدو يحبني برشا اما فريال اقرب صراحه